بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في الآن في منتجع عفا موسى نصور غرفة من نوع استوديو سويت. استوديو سويت عبارة عن غرفة وصالة. هذا الصالة مع مطبخ صغير، طاولة طعام. هذه الغرفة عبارة عن سريرين دبل ممكن تكفي إلى 4 أشخاص. هذه غرفة واسعة معك هنا دورة المياه جزاكم الله، متوفر طبعا شطاف الحمام. مع تحيات شركة المحيط للسياحة ماليزيا.